قصة مأساوية من ضمن آلاف القصص الحزينة في غزة. رضيعة فلسطينية اختطفها ضابط إسرائيلي في لواء جذعات يدعى هاريئيل إيتاخ بعد أن عثر عليها باكية داخل منزل تعرض لقصف إسرائيلي أدى إلى مقتل عائلتها، وأرسلها إلى مستشفى في إسرائيل بحسب تصريح لأحد أصدقاء الضابط. لكن وبسبب مقتل الضابط في إحدى المعارك بشمال قطاع غزة في نوفمبر الماضي، لم يعرف اسم الطفلة أو مكانها أو اسم المستشفى حتى اليوم. لقد تحدث إيتاخ مع أحد الأصدقاء خلال فترة خدمته في غزة، وقال له إنه في أحد المنازل التي دخل إليها سمع صوت بكاء رضيعة وأنه قرر إرسالها إلى إسرائيل. الحادثة كشف النقاب عنها بالصدفة عن طريق صديق للضابط تحدث لإذاعة الجيش الإسرائيلي عن الواقعة، لكن إذاعة الجيش حذفت التغريدة التي أشارت إلى الحادثة في وقت لاحق. وفي ظل ارتفاع أعداد المفقودين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر لأكثر من 7000 شخص، منهم 67% من النساء والأطفال، ويخشى من أن هذه القصة تكررت أكثر من مرة ولم يكشف النقاب عنها حتى اليوم.